يا سلام يا حاج عبد الجليل، ما فيش احلى من انك تقعد في ارضك وتشوفها مخضره. صدق بالله يا ابو عليم، لا اله الا الله، انا بشوف فيها متعه الدنيا كلها. ما تاخذنيش يا حاج، هو العمدي ناوي يعمل ايه في البلد؟ يعمل ايه يعني؟ تقصد ايه؟ انا شايف كده انه بيشتري الاراضي اللي حوالين النيل، قلت يبقى ناوي يعمل حاجة في البلد. يا ريته هيعمل حاجة لصالحة ولا لصالحة هي الناجعة. لا، اشتري لحساب ناس تانية، ما يجيش من وراها غير الخراب. يا ساتر يا رب، وانت ناوي تسكت يا حج؟ اسكت اسكت كيف يا ابو عليم؟ لا ما اسكتش، كن واخده باللين عشان ما يركبش راسه، لكن مش هسكت له كده. عبد الجليل يا اخويا، ده انت اخويا الكبير وانا بحترمك، تقف ضدي وتعصي اهل البلد عليا؟ اعمل لك ايه يا ابواب؟ ما انا شايفك عمال تبيع في بلدك واهلك وناسك، الفلوس عمت عينيك ولا ايه؟ لازم أن تفهم ان اللي انا بعمله ده لصالحك. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه يا ابواب، وشك في الشاي قبل ما يبرد. يعني يا عبد الجليل يا اخويا، انا عايزك تدور الحكايه في راسك وتشوف مصلحتك. مصلحتي؟ انا مصلحتي هي صالح اهل البلد. انت اللي فكر في كلامي، لانك بكره هتندم، هتقول يا ريتني سمعت كلامك يا عبد الجليل اخويا. انا مش فاهم ليه ده كله، شويه انت وشويه عصمت بيه. بتحذروني عن عبوط السباعي، عمل لكم ايه عبوط السباعي؟ راجل زي الفل وعايز المصلحه للجميع وليا وللناس. كده خليك راكب راسك، سياريتك هتودي روحك وبس. لا، هتجر اهل البلد في رجليك ومعاهم ولدك يا ابو هاب. انا هعمل اللي فيه صالحي ما دام ما بيضرش حد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبقاش تنسى الكلام اللي قلته لك يا ابو هاب. ايه قد ماسك في يدك دي ليه؟ مش هتكبر وتبقى راجل وفرحني بيك ولا ايه؟ يا واد عايز تقف ولا ايه؟ عايز تمشي بدري؟ ماسك في يدي. هتقعد تطبطب على عيالك دي؟ هيطلعوا مدلعين. ايه يا غريب؟ مش هتروح لخالك ولا ايه؟ ولا حليت لك قعده الدار؟ انا مع عيسى فوتكم واصل. تعرف يا جميله، لولاش خايف على زعل خالي الحاج عبد الجليل ما كنتش فوت البيت واصل. واني الود ودي تقعد جنبي العمر كله، بس لازم تروح لخالك. خليك انت اللي هشوف مين. طيب يلا بالدب يا سيدي، بطل دب اللي جاي اهو. هريدي خير؟ احمد واد خالك عاود عن نجع النهارده، وجابر واد العمده ناويله على نيه. جبت الكلام ده منين؟ سري، كان عن جابر في الارض النهارده وسمعت الحديث اللي ضار بناتهم. سري؟ وانت عارف سري ده ما يدخلش في موضوع الا ما يكون فيه خراب. اوعاك يكون خد باله منك. لا ما تخافش، هو ما خبرش اني سمعت حاجه واصل، بس انا قلت اجي اقول لك قبل ما ياذوه، والشيخ عبد الجليل ما يستاهلش كده. عشت يا هريدي. همشاني علشان لازم اعاود قبل ما جابر يوعى لغيابي. متشكر يا اخوي، مع الف سلامة. سلام. خير يا غريب؟ خير ان شاء الله، انا واصل البيت الحد. السلام عليكم. خل الحاج وين يا فاطمه؟ مالك يا غريب؟ بقول لك خل الحاج وين؟ جوا. ايه مالك يا غريب؟ فيه ايه؟ روح انت يا فاطمه. حاضر يا ابوي. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هريدي سمعه وبلغني بيه طوالي. هما علموا منين ان احمد جاي؟ حد من اصحاب جابر وعاله وهو يركب القطر وبلغه. يعني لساه جابر
مصمم على اللي في دماغه من ناحيه احمد ولدي. اكيد يا خال، ومش بعيد يكون بعد حد قاطر احمد وراكب معاه القطر كمان. ولك ايه يا جابر، والله والله ما هتقدر تمس شعره من ناحيه احمد. شور علي يا خال حاجة وانا تحت امرك. و القطر يوصل سوهاج امتى؟ بعد ساعة من دلوقت. اسمع، كلم جماعة أستاذ يخلوا كم راجل منيهم يركبوا القطر ورا أحمد. أستاذ يعرف وزين ويكون معاهم سلاح. حاضر يا خلي الحاج. وقول للرجالة اللي بيشتغلوا ويانا يسبقوني على المحطة. طب افرض يا خال حد من الرجال الجابر قال عقله وعامل حاجة كده ولا كده، نعمل ايه؟ ما تخافش يا غريب، مش هيقدروا. ولازم احمد ولدي يرجع بيته بالسلامة وبعدها يحلها الف حلال. تأمرني بحاجة تانية يا خال الحاج؟ لا، روح اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر يا خال، بالإذن. الله عال يا جابر، تطاول على عمك وولد عمك. طيب اما نشوفها تقدر تعمل ايه، انت ولا ابوك؟ مين يا بنتي؟ ده الغريب يا امال، ومالك عامله كده؟ ما خبراش بس باين له كده في حاجه واعره قوي. ربنا يجيب العواقب سليمة. أم يا بنتي خلص الوقت. حاضر يا أماي. شفتي يا أماي؟ تهاني هتتجوز. ما هو ده اللي واجع قلبي ومخوفني يا بنتي. تقصدي ايه؟ كان عندي أمل أخوك عاود ويصلح كل حاجة. دلوقتي لو تهاني اتجوزت جابر مش هيسامح أبدا، والدم هيبقى بينه وبين أخوكي. جابر هيفضل وراي حد ما يقتله. يا مري، ما انت فاكره ربنا يحلها من عنده. سيب اللي في يدك وروح اعملي الشاي لابوك وللغريب. حاضر يا امي. صعبان عليا قوي البنت تهاني، بس ما عرفاش اعمل لها ايه. ومين سمعك؟ داني مش قادره اوريها وشي. واني وانتي خبرين كديه هي رايده اخويا احمد. النصيب يا بنتي، وما فيش هروب من المكتوب. يعني هي اللي اتجوزها دي احسن من بنت عمه فيه. اللي حصل يا بنتي، اما نقوم نعمل لهم الشاي. بعدين معاك يا نهله، هتفضلي عامله في نفسك كده لغايه امتى يا حبيبتي؟ اللي حصل حصل وخلاص. بعدين انت مش اول واحده تتطلق، ما تزعليش مني بقى. انا حاسه ان انت اللي تسرعتي. ما تسرعتش في اي حاجه، اللي حصل ده كان لازم يحصل ومن زمان. ولما انت عارفه ان اللي حصل ده كان لازم يحصل من زمان، ممكن اعرف بقى مزعله نفسك قوي كده ليه؟ معلش يا سلوى، ما اللي انا فيه كمان مش سهله ابدا عليا. طب ممكن تنزلي تقعدي معايا بقى شويه في الجنينه عشان طنط قلقانه عليكي جدا. لا معلش، عشان خاطري انا مش قادره اقعد مع اي حد، انا عايزه اقعد مع نفسي وبس. خلاص يا ستي هسيبك لوحدك، بس هستناكي تحت. القعده لوحدك مش كويسه، وانت في وسطنا اكيد الامور هتبقى اهون. هحاول، ويا ريت ما تتضايقيش مني. انا اتضايق منك يا نهله؟ اقصى عليكي، احنا اخوات وصحاب، انت مش مجرد اخت جوزي وبس. انا عارفه، متشكره قوي على تعبك معايا. ايه الكلام العبيط ده؟ انا ما عملتش اي حاجه، انت حبيبتي. بقول لك ايه، انا هنزل دلوقتي وهقول لطنط انك بقيتي زي الفل وكويسه، وهتنزلي تشربي معانا الشاي في الجنينه، اوكي؟ وبعدين بقى يا جماعة، ما هو مش معقول هتفضلوا قاعدين على الحالة دي. يا ابني يا ابني يا حبيبي، هو اللي حصل لأختك ده شوية؟ أنا عارف إن اللي حصل ده مش شوية يا أمي، بس هي لازم تشوفكوا في حالة أحسن من كده علشان هي كمان تقدر تخرج من الحالة اللي هي فيها، ولا إيه يا بابا؟ لا عندك حق يا ابني، حزنها ده شيء طبيعي وكل حاجة هتاخد وقتها،
واعتقد طبعا انه مع العلاج النفسي حالتها هتبقى كويسه واحسن من كده ان شاء الله. يا ابني حبيبي دي رافضه فكره الدكتور ده نهائي، ومن ساعه الموضوع ده ما حصل باب الفيلا مش بتعديه. على اي حال يا ست الكل يسيب الموضوع ده عليا، انا هحاول اكلمها واقنعها. يا ريت يا ابني يا ريت. انا طالع لها. ايه يا سلمى؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله احسن من الاول شويه. يعني حالتها تسمح اكلمها دلوقتي؟ متهيألي كده، بس ده يا حبيبي يتوقف على الموضوع اللي انت هتتكلم فيه معاها. ابدا، انا هحاول اكلمها انها لازم تروح للدكتور، وانه مهم قوي بالنسبه للحاله اللي هي فيها دي. ربنا معاك، بس انا فعلا ما قدرتش اتكلم معاها في الموضوع ده خالص، لاني خايفه من رد فعلها، بس انت حاول يمكن تسمع كلامك يا رافض. حاضر يا حبيبتي، انا هشوفها. وانا هنزل لطنط عمو. اتفضل. شوفي يا نهلة، أنا مش هقولك بلاش تحزني وما تزعليش وبلاش دموع وكل الكلام ده، أنا عارف إنه من حقك تحزني، لكن كل اللي عاوز أقولهولك دلوقتي حاجة واحدة بس، هي إنك لازم تخرجي من أحزانك دي في أقرب وقت ممكن. نهلة يا حبيبتي، أنا عارف إنه مفيش أسهل من الكلام، لكن اللي لازم تعرفيه برضو ان انت مش هنا لوحدك، بالعكس كلنا هنا معاكي، والدكتور شريف كمان ليه دور كبير قوي في الحكايه دي. تاني تاني يا رأفت تاني. نهلة، انا عاوزك تفهمي ان الجلسات دي كل مهمتها انك ترتاحي، تخرجي كل اللي جواكي علشان ترجعي زي زمان، وهي دي مهمة الدكتور شريف. زمان؟ نهلة يا حبيبتي، بلاش نغمة اليأس والتشاؤم اللي انت معايشة نفسك فيهم دول، اسمعي انت بس كلامي وحاولي، وان شاء الله هترجعي احسن من الاول كمان، اوكي؟ حاضر، هحاول، بس لو حسيت ان انا مش مرتاحة ومليش رغبة اني اكمل، يبقى من فضلك ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني ابدا. حاضر يا روح قلبي، وانا اوعدك مش هفتح معاك الموضوع ده تاني خالص لحد ما تقرري بنفسك اذا كنت عاوزه تكملي ولا لا. دلوقتي بقى من هنا لحد ما تقرري تفضلي كده قاعده وقافله على نفسك. يلا انزلي اقعدي معانا تحت شويه. لا عشان خاطري يا رأفت، انا محتاجه اقعد لوحدي. نهلة، واذا قلت لك علشان خاطر رأفت اخوك حبيبك. حاضر حاضر. تسلمي لي يا روحي. يلا يلا. مهما وصفت لك يا مرعي مش هتقدر تتخيل قد ايه هي انسانه رقيقه وجميله، هي دي اللي انا بدور عليها من زمان. بس الصداقه اللي بينا تحتم عليا ان انصحك ان اللي بتقول عليه حب من اول نظره ده ممكن يكون مجرد علاقه بين طبيب وواحده من مرضاه. انا كنت عارف انك هتقول كده، بس صدقني مش هي دي الحقيقه. انا فعلا بحس ناحيه نهله بمشاعر جميله، وكل يوم بيعدي عليا من ساعه ما عرفتها وانا بتاكد من المشاعر دي، خصوصا بعد ما اتطلقت وبقى عندي امل كبير اننا نكون لبعض. انت عارف انا اتمنى لك كل خير، بس حاول تفكر انت بس كده وتهدي اعصابك وتاخد وقتك، واللي فيه الخير يقدمه ربنا، ولو ان جوازه زي دي ممكن تجرك لمشاكل كتير انت مش قدها. مع مين؟ مع والدتك، مع مديحه، مع جوزها السابق، ده راجل انت ما تعرفش نيته ايه. تعالي هنا.
سلام يا حلمي، لو الموضوع ده يكمل على خير. ان شاء الله هيكمل على خير، بس انت ما تقطعيش، مش احنا قلنا نروح بعد الشغل؟ اخس عليك يا حلمي، انا برضو بقاطع لان بحلم باليوم اللي بقى عندنا شقه انا وانت، ولو حتى اوضه نونو نونو كده على قدنا، واخليها لك بقى ايه جنه ونفرش انا وانت على ذوقنا احنا الاثنين. تفرشي ايه حته الاوضه؟ يا ساتر يا رب. طب تفتكر طيب انه يعني الفلوس اللي احنا محوشينها دي هتبقى على قد الشقه؟ والله الراجل السمسار قال لك ده، بعد احنا هنروح وهنشوف، لو على قد ظروفنا يعني ناخدها، مش على قد ظروفنا نشوف غيرها، وان شاء الله هنلاقي اللي احنا عايزينه. طب يلا بقى عشان انت اللي هتاخرنا. احنا اترفدنا خلاص يا ساره. تهاني تهاني يا بنيتي، وبعد هالك يا تهاني هتفضلي كده لحد ميتة. ارضي بنصيبك يا حبيبتي، عريسك راجل زين وكل بنت في البلد تتمناه. قومي يا حبيبتي، قومي اغسلي وشك وغيري خلقاتك، الخياطة زمانها جاية عشان تقيس لك خلقات الفرح. قومي الله يرضى عليكي. همي مال يا تهاني. اجيب لك بالجواز عشان تتلم في دراجه. يعني ايه تتلم يا بنت؟ ايه كلامك الماسخ ده؟ اني ما قصديش حاجه، اني بس. لا قصدك ولا ما قصدكيش، اوعاكي تقولي الحديد ايه قدام ابوي لحسن يمين بالله. طب بس ما تحلفش يا اخوي، اني مش هتحط تواصل. اها يا مرحبا يا مرحبا، اتوحشتك قوي يا بنتي. انت اكتر يا امه. امال وين تهاني؟ عشان نبركولها. تهاني في اوضتها وزمانها جاي. هي البت لسه ما طلعتش من اوضتها ولا ايه؟ تهاني اصلها كانت بتغير خلقاتها عشان الخياطه جايه هتقيس لها خلقات الفرح. عروسه بقى. زين زين، خش مع امي، كنت محتاجه حاجه. تعالي يا بنتي. تهاني انت يا بت؟ كيفك يا جابر؟ في عروسه تقلب وشها كده؟ عايز نعرف اتعيط ليه؟ صدقني يا اخوي ما فيش حاجة. اسمع يا بنت ابوي، انا مش عايز نوعالك كده، واصل عريسك راجل زين وما حد زيه، وبكفاياك لحد كده. اطمن يا اخوي، انا من هنا ورايح مش هفتح خشم واصل، وزي ما انت قلت بكفاية لحد كده. يعني مش عايز تجيب راسنا في الطين وتبقى سيرتك على كل لسان في النجع، واهل النجع يقولوا كل عريس يا جيل تهاني همله، ده احنا ما صدقنا ان في حد هيتجوزك. وعشانك دي الجوازه دي لازم تتم. وعايا الحديد زين ولا ايه؟ حاضر يا جابر، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه. فهمت يا غفير انت وهو هتعملوا ايه؟ تاخدوا كل حاجة وتودوه على دار الحاج وهدان، وبعد كده تفتحوا الزريبة وتطلعوا منها عجلين تتبعوهم لأهل البلد. يلا ألف مبروك يا شباب العمدة، ربنا يتمم بخير. هم يا غفير من نخلك التاني. هم ألو. أهلا 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 يا سعادة الباشا، أتاري التليفون نور. أهلا يا باشا. أهلا. لا أصل مشغول عشان فرح بنتي. بنتي أيوه أيه. الله يبارك فيك. أيه. انا اخلص الفرح وعلى طول هبقى جاهز. ايوه سعاده الباشا، مع السلامه. مع الف نورت التليفون يا سعاده الباشا، مع السلامه، مع الف سلامه. يا الراجل ده مستعجل كده ليه؟ يكونش اخويا عبد الجليل معاه حق؟ لا ابعد الافكار دي عنك يا عبد الوهاب، ابعد. يلا امشي افكار، امشي افكار، امشي افكار.
وبعدين يا بنتي؟ ولقيت ابوي دخل على اوضته وفتح الدولاب وبعدين انطقي وخد سلاحه وخرج. خرج على وين يا بنت؟ ما خبراش يماي، قعدت انادم على الغريب، لقيته ركب العربيه مع ابوي ومشوا. لا جابر يعمل حاجه في اخوكي يماي. جابر في ايه ولا في ايه؟ ايه يخلي جابر يعاود يولع النار من جديد؟ نار جابر عمرها ما هتنطفي، انا خبره زين. شوفي محفوظ يمكن يكون عارف حاجه. محفوظ؟ ومحفوظ نلقاه فين دلقيت يماي؟ افتكريه على الليل. وبعدين يا بنتي هنفضل ساكتين كده ومش عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا؟ فاطمه شكلك خابر حاجه وساكته. اني يا بنتي حرام عليكي انطقي، انا قلبي قايد نار. اخوكي جراله حاجه؟ اخويا بخير لحد الوقت. لحد الوقت؟ فاطمة انت يا بنت شكلك خابر حاجة ومش عايزة تقولي. اخوي احمد. احمد ولدي ماله؟ راجع الناجع النهاردة. راجع الناجع النهاردة؟ وابوي والرجالة راحوا يقابلوه على المحطة. استر يا رب، استر يا رب. خليهم يتفضلوا. تحت امرك يا فندم. شكرا يا عبد العزيز والد ناجي يا فندم. اهلا وسهلا. فضلك. تفضل يا فندم. بعد اذن سعادتك ممكن اعرف ايه اللي حصل؟ ابنك متهم بجريمة قتل. قتل؟ ازاي ده حصل يا فندم؟ ابنك كان معاه واحدة في الشقة، حاول يعتدي عليها غصب عنها، ولما حاولت تهرب واحد من السكان حاول يساعدها، طلع مطوته وضربوا بيها وركب عربيته وهرب. لا انا مش مصدقه، ناجي ما يعملش كده. طب بعد اذن سعادتك ممكن نشوفها يا فندم؟ لو سمحت ده انا اب عسكري. تمام يا فندم. هات الاربع متهمين اللي في الحجز. تحت امر حضرتك يا فندم. الحقيني يا امي، تصدقي برضه ان ابنك ممكن يعمل كده؟ لا يا حبيبي ما تصدقش، انت ما بتعملش كده ابدا. مسجون انا لكن مش مسجون، جناحاتي واخداني بعيد وبعيد، حتى حيطان السجن ليها عيون بتطل منها الوجع والعين. مسجون انا لكني مش مسجون، جناحاتي واخداني بعيد وبعيد، حتى حيطان السجن ليها عيون بتطل منها الوجع. انا اسعد. انا نهله سلام. وانا احمد عبد الجليل. اهلا. انا السجين بالذكريات مسجون، مسجون انا لكني مش مسجون. اه يا حزين يا قلبي نام جنبي وخلينا نقضي الليل، عمال تشاغلني وتلعب بي وصبرك تسكيني انت الويل. اه يا حزين يا قلبي نام جنبي وهدى وخلينا نقضي الليل، عمال تشاغلني وتلعب بي وصبرك تسكيني انت الويل، والسجن بعذاب الغريب مجنون.
مجنون السجن بعذاب الغريب مجنون مسجون انا لكني مش مسجون. الله يسلمك يا ابو. الله على الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا احمد. غريب. الله يسلمك يا غريب. الحمد لله على السلامة. عشت يا غريب. يلا بينا. الله. تعرفت كيف ان انا رجعت الناجع يا ابوي؟ مش مهم دلوقتي. المهم نعاود الدار امك من تزرق على نار. يلا اركب. يلا. هات الشنطة دي. تفضل يا ابوي. مستني الباشمهندس يوصل بالسلامة. وعايز اطمن عليه. طمن عليه؟ ياك مفكر انك ممكن تأذي ولدي وانا موجود. طب غلطان يا جابر. يا عم انت خلص. انا لسه ما خلصتش كلامي يا ود. يا رجالة. احمد ابني عاود الناجع. ليش لما يتم جوازه على بنت عمه؟ بكرة إن شاء الله الإفراح هتبقى ثلاث أيام بلياليهم. مبروك يا جابر. مبروك عم. مبروك. مبروك يا ولد عمي. عشت يا جابر. وسع الطريق يا ولد. تفضل يا ولد عمي. السلام عليكم. وصلوا يا مال. وصلوا. وصلوا. ولدي وياهم. ايوه. فاطمة. الحمد لله على سلامتك. ازيك يا فاطمة؟ كيفك يا اخوي؟ الحمد لله الحمد لله. امي فين امال؟ قابلت يا ولدي. قابلت يا ولدي. وحشتني كثير يا ولدي. انت كمان يا امي. وحشتيني كثير قوي. غبت كثير قوي عن حض امك يا ولدي. غبت كثير يا ولدي. خلاص يا ام خلاص. انا نايم. ما هنغيبش عن حضنك تاني. تعال تعال يا ولدي. تعال اقعد. اقعد يا ولدي. اقعد. كيفك يا فاطمه؟ بخير يا خوي. ترى الله خيركم يا رجاله. متشكرين. نجيلكم في الافراح ان شاء الله. نورت دارك يا باشمهندس. دار منورة باللي فيها يا حاج. تفضل. الحمد لله. أنا النهاردة أسعد إنسان. إيه إيه يا حجة. تطلع فيه كتير. بكرة تشبق منه. قومي يا بت. قومي نذبح لأخوك. حاضر. قومي. يلا يا أمار. صدق يا ولدي. طول ما انت غايب امك ما قامتش من السرير. الحمد لله يا ابوي. غمه وانزاحت والله. رجعت لمتنا من تاني يا احمد.
ربنا ما يحرمناش من وجودك وسطينا يا خال الحاج. الحمد لله على السلامة يا أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة. يا مرحب يا مرحب، نورت. أهلا يا محفوظ، كيفك يا محفوظ؟ يا مرحب، نورت الدار. الله يخليك. تفضل تفضل. العزومة دي أنا ماليش صالح بيها، أنت بكرة معزوم عندي في الدار، أنت تستاهل الذبح. أنا لولا وقفة عمي أبوي، أنا كنت سيحت دمه على أرض النجع، كيف المية؟ الحمد لله يا ابني اللي جات على جدك ده، إحنا أهل برضه، وأحمد أولى بنتنا من الغريب. لا يا أبوي، أحمد لازم يعرف إنه غلط، وتاني لازم تتجوز وحدان. كلامي اللي بتقوله ده يا جابر، خلاص يا ابني، اللي فات مات. اللي فات عمره ما يموت يا أبوي. بلاش عشان خاطر أحمد، عشان خاطر عمك. وخاطرنا حد فكر فيه؟ وشكلك وشكل يا ابوي قدام اهل النجع وهم بيبصلنا بعد الباشمهندس ما بقى اهله وناسه. يا ولدي يا ولدي بلاش تنفق في النار بعد ما جرب تنطفي. النار عمرها ما تنطفي يا ابوي، عشان كده لازم انتهاني تتجوز وحدان ونرفع راسنا قدام النجع كلها. انا مش هخسر اخويا يا جابر، ولازم تاني تتجوز احمد مهما كانت الظروف، ووهدان دي هروح اعتذر له وهم هيفهموا الوضع. اجديه يا ابوي ولا كان حاجه حصلت. وبعدين يا جابر العناد يا ابني ما منوش فايده، انت واحمد والغريب كيف الاخوات. اسكت يا ابوي اسكت، انت ما خبرش حاجه واصل. طيب فهمني، قولي جايز اكون غلطان. ابوي عمي ولده ما بيحبوش غير مصلحتهم وبس، ما بيفكروش غير في نفسهم وبس. الاول طلعني من العلام لاجل ابنه يكمل تعليمه، كنا ماشي. بعدين جوز الغريب لجميله وهو عارف اني كنت رايده، كنت مكلم ابوها عليها. اما عمي عبد الجليل راح على طول لابوها وغير الحديد كله. كنا ماشي ماشي يا ابوي لغاية ميته. لازم بقى نفكر في صلاحنا عاد. طريقك واعر يا جابر يا ولدي، واخره مشاكل كتيرة. هم اللي بدأوا يا ابوي، واني قلت لا، وكلامي لازم يتسمع. انا مش هخسر اخويا الكبير على اخر الزمن، طول ما انا عايش هيبقى اخويا كبير وكلمته يسمعها الكل. فاهم؟ فاهم يا جابر؟ حديدك سيف على رقبتي يا ابوي. سمعت يا تهاني؟ سمعت اللي اتقال؟ سمعت سمعت كل حاجه يما. احمد عاود عاود رايد يتجوزني يما، مش قلت لك مش قلت لك انه راجع يما؟ عندك حق يا تهاني، عندك حق. الف مبروك يا بنتي. يلا يما يلا عايزه اشوفه، يلا عشان نزورهم. اعجل يا بنت اعجل. خلاص دوام قلبك صفيله، نسيتي كل اللي حصل؟ انا فرحانه قوي قوي يما، فرحانه. ما مصدقاش انه عاود، كنت خايفه لا يتنه في اللي هو فيه، لكن شفتي يما عاود ورايد يتجوزني. خلاص اسامحه بقى يما على اللي عمله فيا، وخلاص اسامحه. ربنا يكملك بعقلك يا بنيتي. انا فرحانه قوي قوي يما، ما مصدقاش روحي، لولا الهيبه اخد بعض واجري على دار عمي. ربنا يتمم لك بخير يا حبيبتي. يما هو ابويا وافق؟ ما انت سمعتي بروحك، ابوك وافق واخوك جابر كمان وافق. ابويا وافق واخويا وافق. اقرصيني يما. اقرصي. صباح الخير يا زينب. صباح النور يا هان. هلا هلا هلا، القمر رايح على فين؟ رايح للدكتور شريف. ايه ده، هو الدكتور شريف اللي بيروح له بيتشيك قوي كده؟ والنبي انا مش فايقلك يا سلوى. لا انا بتكلم بجد، بس يعني ملاحظه كده انك بدات تستريحي بعد ما رحتي للدكتور شريف مرتين. بيني وبينك بالرغم ان انا كنت رافضه فكره ان انا اروح لدكتور نفساني في الاول، بس بعد ما قعدت واتكلمت معاه حسيت انه بجد حس بمشكلتي، شال كل الحزن من جوايا. كفايه انه قدر يرجع نهله اللي بعدت عني. وايه كمان؟ هو ايه اللي وايه كمان؟ انا بتكلم بجد، اصل يعني ما شفتش واحده بتتكلم عن الدكتور بتاعها بالشكل ده. يا سلام، مين قال لك بقى الكلام ده؟ ده بالعكس، ده كل المرضى بيتكلموا عن الدكاتره الناجحه، وممكن كمان ينزلوا لهم شكر في الجرايد. بس يعني مش بيقولوا كل الغزل وكل الشعر ده في الدكاتره بتاعتهم؟
بلاش دماغك تروح لبعيد، انا لسه طالعه من تجربه ومحتاجه وقت طويل قوي عشان اقدر انساها. لا لا سيبي ده على الدكتور شريف، وانا واثقه انه يقدر يساعدك. بيني وبينك يا سلوى، هو عنده طريقه غريبه كده وهو بيتكلم معايا، تحسي كده ان هو عامل زي ساحر، بيعملي تنويم مغناطيسي بيشيل كل الحزن. بحس براحه نفسيه قوي وانا بتكلم معاه. عشان تصدقيني. بقول لك ايه، لا صدقك ولا تصدقيني. هنبطل رغي بقى، عندي ميعاد مع الدكتور ولازم الحق. سلام. سلام يا قمر، خلي بالك من نفسك. طنط رقيفه، رغم ان عمري ما كنت بعتقد في الصدفه، لكن ظهورك في حياتي ده خلاني اتاكد ان انا كنت اكبر غلطان. اعتبر ده بقى اعجاب مثلا. انا عايز اقول لك ان انا عديت كل المراحل دي، بس خايف ان انا اكون عايش في وهم او اديت لنفسي احساس اكبر من حقي. هتصدقني لو قلت لك ان انا بستريح قوي لما بتكلم معاك، بس يا ريت يعني كلامك معايا وطريقتك ما تكونش دي بس علاجك لكل مرضاك، قصدي مريضاتك. طيب مش الحمد لله انتي خفيتي كده؟ هتصدقيني لو قلتلك ان انا استفدت من علاجي ليكي، انا استفدت اكتر منك. خلاص روح انت بقى نام على الشازلونج واعتبرني صديقه ليك، حد قريب، عايزك تبقى ريلاكس وتقول كل اللي جواك. ايه اتكلم، كلي اذان صغير. نهلا، انا عندي عيانين بره، ويعني ممكن نخلي ميعادنا الاسبوع الجاي. استنى الاسبوع الجاي اسرع وقت ممكن. ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. ده لا يمكن ابدا على جثتي. خلاص الدنيا ضاقت بيك، ما لقيتش غير واحده متطلقه وعايز تتجوزها. ومالها بس يا ماما، نهله بنت ناس ومن عيله كويسه جدا، وكون انها فشلت في حياتها قبل كده ده ما يديناش الحق ان احنا نمنعها من انها تتجوز تاني. ارجوكي بقى اهدي عشان نعرف نتكلم. ومديحه بنت خالتك تاني يا ماما تاني؟ سبق وقلت لك قبل كده ان انا ما بفكرش في الجواز من مديحه دي اصلا. وما تفكرش ليه؟ مش بنت خالتك اولى بيك من غريبه؟ ارجوك يا ماما، كل الكلام اللي بنقوله ده مش هيغير حاجه في احساسي بنهله او فكره الجواز منها. انت بتتحداني بقى؟ لا العفو، بس دي حياتي وانا من حقي اختار الانسانه اللي هتعيش معايا فيها. أرجوكي وافقي بقى. وقررنا الآتي: إخلاء سبيل كل من محسن البحيري ومحمود سليمان وسعيد عبد المقصود من سراي النيابة بضمان محل إقامتهم، ويجدد حبس ناجي شكري 15 يوما على ذمة التحقيق. الو، ايوه مديحه، ازيك؟ بقولك ايه، يا ترى ماما عندكو؟ لا معرفش، ما قالتليش. طيب دهاني. لا يا شريف، انا قاعده مع خالتك هنا يومين. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايزه اتناقش في الموضوع ده دلوقتي. ماشي، يلا مع السلامه. هو شريف مزعل حضرتك ولا ايه يا طنط؟ يا خبر، هو في حد يزعل من شريف؟ ده شريف اخلاق جدا وطول عمره بيتكسف. مين قال بس ان انا زعلانه من شريف؟ انا جاي اقعد معاكم يومين، فيها حاجه دي؟ لا يا حبيبتي، ده بيتك وانت مشرفانه. انا هقوم احضر لقمه عشان نتعشى. خالته حبيبتي، انا عايزه اعرف ايه اللي مزعلك بالظبط. هو انا مش مديحه حبيبتك؟ طبعا يا حبيبتي، انت عارفه كويس قوي ان غلاوتك من غلاوه شريف بالظبط. خلاص حليناه، مدام غلاوتي من غلاوه شريف بالظبط يبقى لازم تقولي لي ايه اللي مزعلك من شريف. يا مديحه، شريف حاله دلوقتي لا يسر عدو ولا حبيب. ليه يا طن؟ خير اللهم اجعله خير. هو شريف عمل لحضرتك حاجه؟ يا بنتي على طول على طول مشغول،
وحتى لو خلص العياده بدري، خلص شغله بدري، يروح يقعد مع صحابه على القهوه وما يخشش البيت كل يوم غير وش الفجر. ماشي، اتفضلي يا طنط. على فكره بقى، انا عندي حل لمشكله شريف. يا طنط عندي حل. خير يا مديحه؟ انه يتجوز. ايوه يا طنط، يتجوز. يتجوز واحده تحبه، تخاف عليه، تحطه جوه عينيها، ودي بقى هتخليه من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. يا حبيبتي منى عندي ان انا اشوف اليوم ده قبل ما اموت. بعد الشر عليكي يا حبيبه قلبي، بعد الشر يا رب كده يخليكي وتشوفي عيال عياله. قولي يا رب. يا رب.